هادي تكرسوا على داك السيد النيفو طايح ومشاو طلعوه ليه بالزز من بعد غيتحاك مع راسه. الا كانت نيته مزيانه متجهين للعرس وداك الشيء راه مزيان، ولا كانت نيته باش يدير البوز وداك الشيء هذيك هضره اخرى خويا. الناس خصهم يتعاونوا معاهم كاع ما كتعاونوا معاهم، الناس اطباء دكاتره خريجين كليه الطب خبراء، اما داك الشيء خويا راه تخرج غير باش غير حبوا الشعب. بالنسبه للاكشوال ان وان هو عطاو اهميه اللي ما كيستاهلش، يعني كاينين الناس اللي خصهم يعطيوهم اهميه بحال دوك الاساتذه اللي كيديروا مظاهرات وهذا، وهاد بالنسبه للاكشوال ان وان عطاو اهميه ومشاو داروا ليه العرس، حنا ما كنقولوش زعما حاسدينو ولا شي حاجه. هي الفكره كانت فكره مزيانه، نتمنى على الله المغاربه كلهم يكونوا يتعاونوا ويتكافلوا مع بعض، يعني اللي ما عندوش يتعاونوا مع الناس بحال هكا. هذا العرس زوين واخا كان شي تعليقات لي ماشي حتى ليه، من بعد شي شباب اللي كانوا كيقولوا بلي هي احسن منه وكذا، المهم كنتمنى لهم التوفيق. وهذا ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.